أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس، وأن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 344، مضيفة أن غالبية الإصابات جاءت من خارج المملكة. كما لفتت الوزارة إلى وجود حالة واحدة سجلت في منشأة صحية في الرياض وأعلن عنها سابقا. كما أوضحت الصحة أن المصابة اكتسبت العدوى من خارج المنشأة، وأن بقية الإصابات جاءت جراء مخالطة إصابات أعلن عنها سابقا. كما أعلنت أنها ترصد كل المستجدات، لا سيما تلك المتعلقة بظهور أدوية جديدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، أشار وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة إلى وجود أكثر من 4000 شخص في الحجر الطبي يتمتعون بأفضل الخدمات، فيما تتابع 18 جهة حكومية تطورات الأوضاع. أبرز ما ذكر في المؤتمر تستعرضيه لنا هبة، إليك. نعم عبد العزيز، إذن أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن الإجراءات المتخذة في المملكة ساهمت في عدم انتشار الفيروس، مشددا على أن المواطن والمقيم شريكان في مواجهة كورونا. كما شدد الوزير على ضرورة البقاء في المنازل وتقليل التواصل المباشر والحفاظ على نظافة اليدين، موضحا أن عددا كبيرا من الإصابات لا تحمل أي أعراض. وبما يتعلق بمتابعة التطورات، أكد الربيعة أن هناك لجنة مكونة من 18 جهة حكومية تعمل معا لمواجهة آثار الفيروس، كما أن الوزارة تقوم بما يعرف بالتقصي الوبائي لتحديد الإصابات ومصادرها، موضحا أنه يوجد 4080 حالة في الحجر الطبي يتمتعون بأفضل الخدمات. وأخيرا أوضح الربيعة أنه لا يوجد علاج أو لقاح لكورونا حتى الآن، الأمر الذي قد يستغرق أشهرا عديدة. هذا وكانت السعودية قد اتخذت المزيد من إجراءات الوقاية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لتطبق ابتداء من صباح الغد.